سوي حاج استنى سامحني يا عمي حاج شو بتسوي يا تاكل اكل اكل بيسس حاج شو بتسوي يا حاج شو هذا لهون وصلت حاج اكل بيسس هذا حاج لا حول ولا قوه الا بالله بعرف يا عمي بعرف انه اكل البسس ليالو بالبسس ليالو بالبسس اللي بلاقي بيد بيطع بيهم حاك علي يا عمي اذا ما اكلت اكل البسس يا عمي حاهم علي البسس اذا ما اكلت اكلهم حاهم علي البسس يا عمي اللي بلاقي بيد بيطعمهم يا عمي بالوقت اللي فيه ناس كتير لا حدا بيطعميهم ولا حدا بيدور عليهم في الوقت اللي فيه ناس كتير اللحمة اللي بتهتمنا البسس بشتوها يا ما في بلاهدين يا عمي بشتو اللحمة هذه اللي بتهتمنا البسس ناس كتير يا عمي بلاهدين بشر من لحم ودم الله أعلم كم يوم الأكل ما بنزل على معدتهم يا عمي الأكل يا عمي واللحمة اللي بترتمى في الحاويات وبالبسس وبالكلاب أجلكم الله تتعب ناس كتير من بس الحاجة لهذا الأكل اللي برتبع يا بناس تشتير اللحمة هذه يا عمي برتبع للبسس حقب علي البسس اللي أنا أكلت أكلهم حقب علي البسس الخبز يا عمي اللي برتبع بقلب الحاويات الخبز اللي برتبع في الحاويات يا عمي والله والله في ناس مشتيينه يا عمي والله يا عمي في ناس مشتيينه الاكل يا عمي هذا ارتبى والله والله يا عمي في ناس يابا الله اعلم شو وضعهم وشو حالهم وعاتزين نفسهم ما بدوش ايديهم للناس يا عمي عرفت ليش يا عمي لاني انا الي 3 ايام الزاد بدي خلص معدتي يا عمي عشان هيك يا عمي كلامك 100% يا حاج بعين الله بعين الله يا عمي نكسبك عندي لا يا عمي شكرا جهت عليك الله يا حاج والله ما بتطلع ده لما تدخل يا حاج جوش علي الله يا عمي الله يرضى عليك والله ما بتطلع ده لما تفوت ظهر يا حاج تفضل قبلها مني هاي بس كاسة مية وبروح يا عمي ولا يهمك صدقوني احنا ما بلغنا بالفيديو يا مناس الله يكونوا بعونها ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فقدوا عليهم دوروا عليهم الله يكون بعون الناس الخبز يا جماعه الخير والاكل اللي برتمى في الحاويات النفايات اجعل لكم الله والله يا مناس مشتوه احنا ما بلغنا في الحكي اللي صار ما بلغنا ربطات خبز عشرات الربطات الخبز بالحاويات كل يوم طبيخ شغلات كتيره الناس كتير بمس الحاجه لهذه الشغلات فقدوا عليهم يا ناس فقدوا عليهم